बाळदहोळ्याने मसल तो आणि आत्य कथा मयू सभी जो आत्य कथा आत्य कथा इंबा अतिन सबका जकर जुमलती लवली आणि अलमुजा ومعذلك ذكرنا أن المرأة لا تلي ليس لها ولاية فإذا لو كان المعتق امرأة من يزوج المعتقة العتيقة هذا الذي يذكره فرعون يزوج عتيقة امرأة حية وليها يزوج عتيقة امرأة حية وليها عدم ولي عتيقها عتيقتها نسبا يفرض يعني ولاية المعتق لو لم يكن لها ولي من الأصل والعصبة نسبا فالمعتق نعم فهنا المعتق امرأة لذلك قال امرأة حية عدم ولي عتيقتها نسبا وليها ولي من ولي هذه الامرأة يعني ولي المعتقة أي المعتقة تبعا لولايته عليها فإذا إما يكون يعني أبو المعتقة أو جد المعتقة أو أخو المعتقة أو ابن أخي المعتقة أو عم المعتقة هكذا أهل مجرى نعم وليها أي المعتقة تبعا لولايته عليها لولاية الولي عليها على المعتقة فيزوجها أبو المعتقة ثم جدها بترتيب الأولياء ولا يزوجها ابن المعتقة ما دام تحية لماذا سبقا بينا ذكرنا بعد المعتق عصبة المعتق فإذا هذا ابن المعتقة داخل في عصبة المعتق فهذا متى يزوج لو مات المعتق فقط أما هذا في حياة المعتقة يزوجها ولي المعتقة لا يزوجها ابن المعتقة بعد متى عجبت ثم بإذن عتيقة هنا أيضا يجب الإذن نعم ولو لم ترضى المعتقة ممكن هذه المعتقة لا حاجة إلى رضا المعتقة بل يكفي رضا وإذن العتيقة هي المزوجة إذ لا ولاية لها لا ولاية لمن للمعتقة فلا يحتاج إلى إذنها ورضاها فإذا ماتت المعتقة زوجها ابنها ويزوج أخت امرأة بالغة رشيدة وليها فإذا هذا بالنسبة إلى الأمة وليها سيدها نعم لكن لو كان يعني السيد امرأة فهناك أيضا شبه مشكلة هذا الذي يذكر ويزوج أمة امرأة بالغة رشيدة فإذا أمة يعني هذه هي الصفات صفات يعني بالغة رشيدة ليست للأمتي بل بالغة رشيدة للمرأة من يزوج الأمتي وليها أو ولي سيدتي يعني ولي المرأة بإذنها بإذن من بإذن سيدتي هنا إذن إذن السيدة واحدها لأنها المالكة لها وهنا ملك موجود فيما سبق ليس الملك موجودا وهنا ملك موجود نعم لذلك ملك الرقبة موجود لذلك هي مالكة لها فلا يعتبر إذن الأمتي لأن لسيدتها إجبارها على النكاح نعم ولا يشترط ويشترط أن يكون إذن سيدة نطقا وإن كانت بكرا لماذا؟ هذه هي السيدة لا تستحي بنكاح أخرى ويزوج أمت صغيرة بكر وصغير أمت صغيرة بكر وأمت صغير من يزوج هذه الأمتة أب فأبوه أبو من؟ أبو الصغيرة البكر وأبو الصغير فأبوه لغبطة وجدت كتحصيل مهر أو نفقة إذن لماذا يزوج هذه الأمتة أب؟ في الحقيقة تنقيص يوجد هناك نقصان في القيمة لو كانت متزوجة فإذا هذا تصرف لا يكون بالطريق الأصلح لو لم يكن تصرف في مال الصغير بدون الحوط والأصلح فلا يكون نافذا وهناك هذه الشبهة لذلك ذكر هذا القيد المصنف قال لي غبطة
يعني لمنفعة ومصلحة يزوج وإلا لا يجوز. نعم. وجدت ما هي المنفعة والغبطة كتحصيل ماهر أين في صغيرة بكر أو نفقة النوع لا يزوج عبدهما. لا يزوج هذا يزوج ولا ما اتفق؟ لا يزوج عبدهما يعني عبد صغيرة بكر وعبد صغير. لماذا؟ لانقطاع كسبه عنهما. ينقطع كسبه كسب العبد عنهما. لو زوج انقطع. لماذا؟ يكون عليه نفقة زوجته. فإذا يقل يكون هناك فواقع تفويت على صغيرة بكر وصغير بقطع كسبه كسب العبد عنهما خلافا لمالك رضي الله عنه. إن الله عرض مصلحته ولا عمت ثيب صغيرة لا يزوج لأنه لا يلي نكاح مالكتها ولا يجوز للقاضي أن يزوج عمت الغائب فإن احتاجت إلى النكاح وتغررت بعدم النفقة. نعم. إن رأى القاضي بايعها لأن الحل فيه للغائب من الإنفاق عليها باعها. نعم. فإذا لو رأى القاضي بايعها باعها. لماذا يبيع؟ لأن الحل فيه للغائب. الحل المصلحة توجد في البيع دون الإنفاق عليها عندئذ يبيعها. ثم ويزوج سيد بالملك ولو فاسدا نمته المملوكة كلها له للمشتركة ولو بغتنا من بينه وبين جماعة أخرى بغير رضا جميعهم ولو بكرا صغيرة أو سيبا غير بالغة أو كبيرة بلا إذن منها. يزوج بلا إذن منها لأن النكاح يرد على منافع البضع وهي مملوكة له. هذه منافع البضع مملوكة له لذلك يزوجها ولو كان فاسدا. يعني هذا علة لجميع هذه العمومات. نعم. لكن لا يزوجها لغير كفو بعيب مثبت للخيار هكذا لا يزوج أو فسق هذا غير كف بسبب فسق أو حرفة دنية إلا برضاها له عندئذ يجب له وله تزويجها برقيق ودني نسب لعدم النسب لها وللمكاتب لا لسيده تزويج عمته. فإذا لو كان للمكاتب أمة من يزوجها يزوجها المكاتب لا يزوج سيد المكاتب إن أذن له سيده به لكن مع إذن السيد يزوج ولو طلبت الأمة تزويجها لم يلزم السيد لأنه ينقص قيمتها يعني بخلاف الحرة. الحرة لو طلبت من وليها أن يزوجها لكفو يجب عليه تزويجها لكن هنا لا يزوج. لماذا؟ لأنه ينقص قيمتها. قال شيخ يزوج الحاكم أمة كافرا سلمت بإذنه أسلم ماذا؟ يزوج الحاكم أمت كافر أسلمت بإذنه. نعم. أمت كافر هذه هي الأمت أسلمت بإذن من يزوج بإذن الكافر يزوج. نعم. بإذنه وإذنها أيضا. ثم والموقوفة يعني القاضي يزوج الأمت الموقوفة بإذن الموقوف عليهم أي إن انحسروا فإلا لم تزوج فيما يظهروا. ثم ولا ينكح عبد ولو مكاتبا إلا بإذن سيد ولو كان سيده سواء أطلق الإذن أم قيد بامرأة معينة أو قبيلة يجوز بالإذن بإذن السيد تتزوج فينجح بحسب إذنه ولا يعدل عما أذن له به مراعاة لحقه فإن عدل عنه لم يصح النكاح. نعم. ولو نكح العبد بلا إذن سيده بطل النكاح. نعم. على إذن واجب. ثم ويفرق بينهما خلافا لمالك رضي الله عنه يعني لو كان بدون إذن فإن وطي فلا شيء عليه لرشيدة مختارة يعني هكذا عبد تزوج رشيدة مختارة ووطئها هل لها شيء من المهر؟ لا. أما السفيهة والصغيرة ويلزم فيهما مهر المثل. نعم. ولا يجوز للعبد ولو موذونا بالتجارة أو مكاتبا أن يتسرع. لا يجوز للعبد التسري. لا يجوز التسري جائز للسيد فقط وإن جاز له النكاح بالإذن لأن المدنون له موذون له لا يملك ولضعف الملك في المكاتب. ولو طلب العبد النكاح لا يجب على السيد إجابته ولو مكاتبا ولا يصدق مدعي من عبد أو أمة إلا بالبينة المعتبرة التي بيانها في باب الشهادة
وصدق مدعي حرية أصالة بيمين ما لم يسبق يتراور بنت أو لم يسبق لأن الأصل على الحرية. هنا يعني فرغنا من بيان شروط الأركان، ثم بعده فصل بالكفاءة. نختتم إن شاء الله.